هتحطها فوق الفرصه بقد ايه؟ اكتبوا بقى معايا الرقم ده 1 انش يا جماعه اكتبوا معايا اباب فبيوت الفرصه ب 1 انش. انا عارف ان في ناس قاعده متضايقه من الكلام ده وانا في دكتور هو هقول لك كل اللي انت عايز تقوله. هو انش ده مش معناه بوصه، اعرف البوصه دي ازاي؟ الانش بيساوي 2.5 سم. عارف انت برضه هتسال طب وانا هعرف 2.5 سم ازاي؟ هجيب مسطره واقيس؟ لا، التو فينجرز صباعين، يعني انا حاطط الرابر باند فوق الكيوبيتال فصه تقريبا بصباعين. انتوا معايا ولا لا؟ تقريبا. السؤال بيمشي كده يا جماعه، والاسئله عندنا ليها تقاليد معينه، حاجه كلاسيك. اوعى تقول له 2.5 سم. ليه؟ لان ال 1 انش ده انترناشونال ميجرمنت، قياس عالمي، امريكان الانجليز اي حته في العالم بيتكلموا بالانش، ما بيتكلموش بالسنتي. يعني لازم تقول له 1 انش عشان هو يسالك طب والانش قد ايه؟ ما هو انت لازم تديله الفرصه ان هو يسالك، وكل ما يسالك اكتر فرصتك في الدرجات هتكبر. 1 انش يا جماعه دي طريقه، في طرق في الاجابه. فكان الموضوع كده قول 2.5 سم، لا هقول له 1 انش، فهو يقول لي ال 1 انش قد ايه؟ هقول له 2.5 سم. فاهمين انا قصدي ايه؟ يفضل في حوار، الحوار ليه طرق زي المسلسل، هيقول لي كذا هجاوب بكذا، هيقول لي كذا هقول له كذا. فاهمين انا قصدي ايه؟ ليه اساسه، دي بروفه، مش اي كلام هيجي في دماغك تقوله. يبقى دي 1 انش. اكتبوا الشرط الثالث. الشرط الثالث شرط مهم جدا. قبل ما نكتبه، الرابر باند يا ترى تبقى ماسكه قوي على بلاع زميلي؟ لا. طب سايبه قوي؟ لا. ولا بين البنين؟ عشان كده اكتبوا الشرط ده. The rubber tube او rubber band should not be too tight or too loose. معنى مهم قوي، not tight or loose. بص بقى على الاسئله، هو شايفك وانت بتلف الرابر باند ولففها صح، هيقول لك هو لو تايت يحصل ايه؟ لو ماسكه قوي على دراعه يبقى انت قافل البريك صح. وما دام انا قافل البريك جامد من الاول، هاجي اعلي البريشر بالبامب، هقدر اعليه للقيمه اللي المفروض نوصل لها؟ يبقى هتبقى القرايه بتاعتك غلط ولا صح؟ غلط. غلط واقل من العادي ولا غلط واعلى؟ اقل. اقل، برافو. فاكتبوا على التايت دي فولس لو ريدنج. معاك كلمه دي، الكلام ده كله عمل. يقول لك ليه مش تايت؟ حضرتك فولس لو ريدنج. السؤال بقى المهم جدا، ولازم طبعا كلامي موجه للبنات مش للولاد اللي في السكشن. السنه اللي فاتت حصل موقف غريب جدا. بنت دخلت تقيس البلاد او يتقاس عليها بلاد بريشر، لابسه بلوزه تايت، بلوزه تايت شويه على الرحم. الدكتور سالتها نص الحوار بقى بين اثنين، قالت لها هو انت ايه اللي انت لابساه؟ قالت لها حضرتك زعلانه فيه؟ دي بلوزه تايت. طبعا دخلوا، هي بنت مش فاهمه يا دكتوره سالتها كده ليه؟ البلوزه التايت دي هتخلي الميجرمنت عليك صح ولا غلط؟ صح. فتبقى القرايه فورس لو. فهي قالت لها طيب وايه يعني حضرتك ان انا لابسه تايت؟ لا لا، القرايه هتختلف. طبعا البنت ما كانتش فاهمه حاجه. لا هتختلف ازاي؟ قالت لها فورس لو ريدنج. فقالت لها طيب حضرتك انا ما كنتش فاهمه الكلام ده. هي سالتها سؤال واحد، اسمك ايه؟ كل ما تتسال اسمك ايه بدري ما تفرحش، دي النهايه خلاص. اسمك ايه؟ ما البنت مش فاهمه حاجه، لا فاهمه طيب ولا فرس نو ولا اي حاجه. فالكلام ده لازم يبقى عاشق. وعلى فكره لازم نشمر دراعنا، طبعا انتوا عارفين ده ليه قصد. ما ينفعش الف الرابر باك على هدوم سواء ولاد او بنات. لو هتلف على الهدوم، مش الهدوم عامله بريشر ولا لا؟ ما ينفعش، لازم تشمر دراعك. طبعا بما ان في ستيشن في ولاد وبنات مع بعض نظرا للظروف، فاحنا هنمشيها ممكن يلفوا الرابر باك على الهدوم بس مش صح.
عليه رابر باج. الرابر باج ما تلفش على دراعه، في فراغ ما بين الباج وما بين دراعه. معنى كده ان انا مضطر اعمل ايه؟ اعلي البريشر اكتر واكتر، عشان عايز اقفل البريك. يعني هي من الاول مربوطه غلط، يبقى القرايه فلوس. فولز في ايه؟ هاي اكتبوها. بمعنى كل ده حوار عمل. لوز يبقى فولز هاي، تايت يبقى فولز لو. بصوا بقى السؤال اللي جاي هيشيل لكم قوي، سؤال شباب. تعرف منين انها مش تايت؟ اكتبوا يا جماعه السؤال ده. How can you detect it is tight or not؟ انا الدكتور ازاي اعرف وانا بلف الرابر باك انها ماسكه على دراعه ولا لا؟ انا اعرف ازاي؟ ببساطه شديده هتكتبوا بقى معايا. Let the tip of little finger pass under the rubber band. خلي الطرف بتاع صباعك الصغير التيب بتاع الليدل فينجر يعدي تحت الباب. عارفين لو عدى تبقى الرابر باد مش ماسكه على دراع سنين. دول تاني اعرف ازاي؟ خلي التيب اوف ذا ليدل فينجر تو باس اندر ذا ليدل. لان في واحد السنه اللي فاتت اتسال السؤال ده. تعرف منين انها مش ماسكه جامد على دراعه؟ رد باجابه مستفزه، سؤال عادي، هسال زميلي هي ماسكه جامد على دراعك ولا لا؟ طبعا حاجات بتخليه يوصل للفاير ليفل قوي بقى خلاص، عايزين يضربك. لا ما اقولوش كده، اخلي التيب اوف ذا ليتل فينجر يعدي. في اي صعوبه؟ اكتبوا الشرط الرابع والاخير قبل القياس. مش لو لوز دي معناها لو هي اللي هي الهاي واللو. لما هقول لك طيب لو هي ماسكه قوي على البريك يارد، يعني عامله له سام اوبستراكشن، انت مضيقه قبل ما تعلي البريشر في الباب. لما تيجي انت تعلي شويه البريشر اللي انت بتعليه بتاع الهواء ده هيلاقيه جد على التايت اللي انت عامله من الاول. هل هتقدر تعليه للقيمه اللي المفروض توصل لها؟ انت هتعليه بدري. طب قصدي ان انت عامل اكسترنال فاكتور معايا خارجي، فهتقفلها اسرع، فتبقى القرايه بتاعتك اقل من اللي المفروض يطلع. بصوا يا جماعه اكتبوا معايا الشرط الرابع والاخير عشان احنا قربنا نخلص العمل. يا ترى اقيس اقيس الضغط والعيان واقف ولا قاعد وليه؟ صح اكتبوا واحد. during stigma انت لازم تكون قاعد. ركزوا معايا، لو انا قاعد الرابر باك بتاعتي تبقى في مستوى مين؟ الهارد. صح، دي الجمله اللي عايزين نسمعوها. رابر باك ده الشرط الرابع. ات ذا هارد ليفل. هيسالك سؤال ليه؟ ليه نقيس الضغط وهو قاعد؟ طب ما كان يقف وخلاص. لا عشان الجراف بتاعك وانت قاعد يا جماعه تو جرافيتي. فاكتبوا بقى معايا الفكره، انا عايز ادي تاثير الجرافيتي. دي اجابه تو افويد جرافيتي. انا مش عايز الجاذبيه، يبقى انا ادور في قياس الضغط. انت هتقول الجمله دي وهتسكت، احنا اتفقنا دي سيناريو معروف تو افويد جرافيتي. السؤال اللي وراه تفتكروا ايه؟ ليه؟ ايه هو تاثير الجرافيتي؟ تبقى فاكت اوف جرافيتي. بجد الاسئله ماشيه كده، مش ماشيه يعني. عارف انت بتقول حاجه زي ما انا في السكشن قلت حاجه، فانت تسالني ثواني اللي انت قلته ده معناه ايه؟ عشان ندخل على اللي بعده. ايه تاثير الجرافيتي؟ اكتبوا بقى معايا دي حته في النظر. every 1 سنتيمتر below the heart level يزود البريشر بمقدار قد ايه؟ يعني كل ما ننزل سنتي تحت مستوى الهارت البريشر يزيد 77% مليمتر ليفل. النقطه دي مهمه. كل سنتي بلو ذا هارت ليفل هيزود البريشر بفاليو 0.77 مليمتر ليفل. ايه الدليل ان كلامي صح؟ ضغط الدم في رجلينا اعلى ولا في ايدينا؟ طبعا عشان الجرافيتي. في اي مشكله؟ اه
بالعكس الريزيستنس. بص انت مش فاكر الريزيستنس، الدم بيتجمع في اللور ليمب ولا لا؟ كل ما يتجمع دم اكتر كل ما البريشر السفر بيوصل للور ليمب بيمشي ريزيستنس اكتر. بس الريزيستنس ما بتبقاش يعني مش زي ما مش ريزيستنس عارف هاي ريزيستنس. انا معاك في سم ريزيستنس وسفنكترز بس مش لدرجه انها تقلل فيه بريشر. فيا جماعه كيموزيس مينز عشان تقول المعلومه دي هو هيسالك بقى السؤال انت اول ما تقول له تاثير الجرافيتي السؤال اللي وراه يقول لك ده معناه ان البريشر في اللور ليمب از هاير ذان الابر. يا جماعه ده العادي ولا لا؟ يكتبوا النقطه دي ده العادي بريشر ان ذا لور ليمب هاير ذان الابر. في حد في السكشن معترض؟ معاك حد معترض في المعلومه دي؟ كل ما يتجمع دم اكتر في مكان كل ما البريشر في المكان ده يكون اعلى. عشان كده البريشر بيتجمع في رجليا بتاثير الجرافيتي. عارف الجرافيتي ده الدم يتجمع حاجه اسمها ديبندنت ريجنز الحتت اللي تحت. تبقى عامل البريشر في اللور ليمب اساسا اعلى من الابر. السؤال ده اللي بعده هو اللي بعده سؤال اورال بقى سؤال شبهه. امتى العكس يحصل؟ وين ذا بريشر ان ذا ابر ليمب يبقى هاير زان ذا لور؟ ده سؤال. امتى البريشر في الابر ليمب يكون اعلى من اللور والحاله باثولوجيكال مرضيه؟ برافو يا جماعه. لو الاورطه الثوراسيك اورطه از نارس عارفين اللي هي مش الاورطه دي في الثوراكس. تخيلوا لو الاورطه اساسا زيها يبقى البريشر فيها اكبر ايه؟ عالي. البريشر لما يكون عالي قوي في الاورطه عالي عن العادي هيعلى كمان البريشر في التريبيوتريز والبرانشز بتاعتها. فتكتبوا بقى معايا دي امتى البريشر يعلى في الابر؟ ده سؤال شبهه. هتقول له كونجينيتال. عارفين ايه كونجينيتال؟ انا مولود عيب خلقي كونجينيتال ناروين اوف ثوراسيك اورطا. انا اتولدت الثوراسيك اورطا اساسا عندي ضيقه. هيقول لك يبقى اسم المرض ايه؟ كو اركيشن اورطا. سمعت عنه؟ ايه؟ طب هو في ناس سمعت وناس لا؟ هو انتوا يا جماعه مش بتاخدوا محاضرات مع بعض؟ في حاجه غلط. كو اركيشن اورطا اكتبوا دي واكتبوا جنبها بقى سؤال دكتور شكري. طبعا انتوا عارفين دكتور شكري. دكتور شكري بيسال السؤال ده. طبعا استاذ عندنا بيسال السؤال ده امتى البريشر في الابر يكون اعلى من اللور؟ يبقى الاجابه ايه؟ كو اركيتيشن زي ما اتفقنا وبقولها مره واثنين وكذا مره انا بدخل لكم بقول نفس الكلام. يا جماعه الشفوي سيناريو محفوظ. انا بسالك بيقعد ليه؟ ردوا عليا تقعد فوق مين؟ جرافيتي. السؤال اللي وراه ايه تاثير الجرافيتي؟ قلناه. السؤال اللي بعده استفدت ايه؟ اصل البريشر في اللور اعلى من الابر. اسالك السؤال الرابع بالعكس طب وامتى الابر اعلى؟ تقول لي لو الاورطه اساسا ضيقه. اسم المرض ايه؟ كو اركيتيشن. سالتك اربع خمس اسئله في حته صغيره واديتك الدرجه النهائيه ومشيتك. خلاص اللي بيجاوب بالطريقه دي الدكتور ما بيكملش معاه لانه خلاص ده عالي قوي ده فاهم كل حاجه وكل مساله بيجاوب. ليه اتعب نفسي واسال اكتر؟ هقول من ده اللي بعده خلاص خلص مش هطول معاك. يلا بقى وتعالوا اكتبوا معايا الميشنز. حضرتك بتقول احنا بنعمل يعني على مستوى الورطه عشان خاطر الدم. طب ايه طب واقف وقاعد يعني لا ما بقيس انا بقيس انا ممكن اقيس وهو نايم عارف في المستشفى عادي ممكن اقيس او هو قاعد لو هو واقف بقيس بس دي طريقه القياس. تعالوا يا جماعه اكتبوا معايا بقى هسمع اسئلتكم. ميجر ميمو اخر حاجه هنقولها في العملي وهتتوزعوا في الاوض ويبقى السكشن خلص. ازاي نقيس الضغط؟ قبل ما اقول ازاي نقيس عايز اسال سؤال. خدتوا البلاد بريشر في المحاضرات؟ وصلتوا لفين؟ سمعت حاجه اسمها بلفاتوري؟ ستارتاتوري؟ حلو. عايزكم تكتبوا بقى الجمله دي. الجملة دي مش موجودة في كتاب الاسم بس الجملة دي بتتسأل مع العمل.
هيسألك سؤال، مين بقى اللي هيسأل؟ هو الدكتور هاني أيوب، هل تعرف فيه؟ طبعا دكتور هاني هو اللي عمل كتاب السي دي اس العظيم، كتاب بتاع الرحمة. طبعا مش عارفه ولا اعرفه، بس المهم دكتور هاني بيسأل سؤال بجد، سؤال حلو. هو طريق قياس الضغط طريقتين ولا طريقة واحدة؟ طريقتين. إجابة غلط. طريقة واحدة معمودة من خطوتين. اكتبوا يا جماعة دي، it is only، يا ريت only زي. بصوا يا جماعة تذكروا اللحظة التاريخية دي، أنا قلت only وحطيتها في دايرة وفقط، عشان لو غلطت وقت العملي تذكر الدايرة. only one message، طريقة واحدة معمولة من تو ستيبس. على فكرة دكتور هاني بيسأل الكلام ده، بيسأله اللي هو كان بيقوله في المحاضرات زمان، وهو أكبر واحد عندنا بجد بيشرح سي دي اس، عبقري سي دي اس دي حقيقة. فهو بيسأل ده، يا ابني طريقتين ولا طريقة؟ لما أنا كنت طالب في سنكم عرفت اتقال لي إن هو بيحب السؤال ده، فدخلت له بالصدفة. ربنا بقى قال لي يا ابني هسألك سؤال وركز معايا، هو دي طريقة معينة ممكن تاخدها؟ هما طريقة واحدة ولا طريقتين؟ شفت بقى الرد، عشان تتعلموا الردود بقى، قلت له حضرتك دول طريقة واحدة بس، يعني قياس الضغط طريقة واحدة. قال لي بس ازاي؟ ده كل زمايلك بيقولوا طريقتين. قلت له حضرتك هما مش شايفينهاش. هي وان ميثود فورم اوف تو ستيبس. طبعا اتبسط جدا واداني الدرجه النهائيه وقال لي انتهي على اللي بعده. طبعا كنت وانا خارج من الاوضه بتمسكن، بعدين بمسكن يعني حضرتك انتهي، طب ممكن تسالي سؤال تاني؟ قال لي انت عارف ولا تحب ولا اقصك؟ قلت له لا. قال ده انا اللي بعده. يعني قصدي ايه؟ الشطاره ان انت تعرف ازاي تتعامل مع اللي قدامك. مش كل حاجه علم على فكره، في جزء منها كويس. سامعين؟ ازاي تتعامل مع اللي قدامك. One method format of two steps. مين هما two steps؟ التيب 1 بال باتوري ستيب. طبعا من اول هنا انتوا عارفين يعني بال باتوري. احس البريشر بصوابع ايديا. طبعا اول ما تقول بصوابع ايديا الناس تستغرب جدا، هو الدكتور مركز اللي بيقوله؟ يا دكتور احنا دايما بنحسب او بنشوف الضغط بالسماعه، مش بنشوفه كده؟ الدكتور بيلف الرابر ده بيلبس السماعه ويقول لك سيستول على دايستول. لا ده مش صح. الاول لازم اعرف السيستول بتاعي في حدود كام. فاكتبوا بقى معايا الفلفل ستيب، ايه هي النقط بتاعته؟ بصوا بقى معايا، اكتبوا الخطوات بالتفاصيل الممله. الكلام ده هتعملوه دلوقتي. اكتبوا نمبر 1 نلف الرابر باك. طبعا اول بقول نلف الرابر باك، طبعا معظم اللي قاعدين ارشي فممكن اعصابهم نفسيا تنهار. ايه اللف دي؟ انا هكتب بلف، ما تزعلش اكتب راب. هي هي لازم انا ارضي ليه كل الناس. دايما كنا ما بندي استكاشن الاي جي، طبعا ليهم عندنا كل الاحترام، بس هم انتم الانجلش عندكم اعلى من ناس كتيره خدوها بالعربي. انا في مره اول سيكشن اديته في حياتي قلت نلف الرابر باك، ايه الاثنين كانوا قاعدين جنب بعض في الطبق؟ نلف، واتس مينينج باي نلف؟ انا سمعت، انا سمعتها كانت قاعده هنا سمعتها، قلت لها يعني راب. طبعا وصف جدا انا مركز معايا، راب زائد راب ذا رابر باك اراوند ذا ار، يعني المهم اكتب بالطريقه اللي تريحك يا جماعه. الورق ده انت اللي هتشوفه مش انا، عايزك تبقى خارج فاهم الموضوع. نلف الرابر باك، بعد ما نلف سيبوا القلم حسوا البالس. فكرتم زمان كنا بنحس البالس ازاي؟ هل كنت بفرد دراع زميل واحط الثلاث صوابع على الرجل الارض ولا كنت بعمل وضع معين؟ صح. فبيكتبوا بقى النقطه الثانيه في الفلفله، تعمل ايه بقى؟ فيل ذا بالس وايل ذا ريست السيمي فلاكسد اند برونيد. مش انت هتعمل الوضع ده ولا لا؟ انت لازم في الرابر باك حوالين دراعه وتقول لو سمحت اتني الريست بتاعك وتحط صوابعك وتحس البلس. لغايه دلوقتي في مشكله؟ لا. ده لازم ايه؟
تعرفين مين اللي قال الوضع ده؟ يا جماعه اللي قال الوضع ده دكتوره فاتن. ليه الوضع ده حلو؟ قالت لي اناتوميكال على فكره دي ممكن تحسيها بالطريقتين، عارفه لو فردت ايدك او ايد زناتك حطيتي تقدري تحسيها، لكن يفضل اناتوميكال تتعمل كده. يا جماعه اكتبوا جنب الريسس ريفلكس اند بروجيت الدكتوره فاتن. كل واحد من هنا ورايح هنقول اسم. دكاترة القسم كلهم بجد كل واحد بيحب حاجه. دكتوره فاتن دي بقى رئيس الاسم البيس ميكر الكبير. يعني لازم اللي هتقوله يمشي بجد. وعلى فكره بتسالك في البالس كتيره بتسال عارفين وغيرها بتسال تقول لك حس البالس على زميلتك. هتحسيه كده هتقول لك غلط. وطبعا الاسم عندنا متعود على عاده جميله قوي. الاساتذه الكبار طبعا بيحتقروا السكاشن اللي بتحصل. اول ما انت هتعملي حاجه غلط مش هيطلع العين مني. ليك ما هو طبعا ما هو اللي شرح لك مش فاهم حاجه. عارفين ندخل مع بعض في وصل الدم. الموضوع ايوه طب وليه؟ واحنا مش موجودين. الريست سيدي فليكس انت مين اللي قال كده؟ دكتوره فاتن بجد والله مش بهزر. يعني ايه اللي قالت كده؟ حتى ممكن تسالوها بعد السكشن. يبقى دي النقطة رقم اثنين. ممكن اسأل سؤال وانا حاسس البالس ده معناه ان البريكيال ارتري اوبن ولا كلوز؟ اوبن بدليل الدم عدى. حلو نعمل ايه بقى؟ النقطة الثالثة اكتبه انكريز ذا بريشر ان ذا باك. فين بالبامب؟ زود البريشر ان ذا رابر باك وايل يو ار فيلينج ذا بالس. انا ليه عليت صوتي هنا؟ يعني انا ايدي مش حاسبها من البالس، حاطط ايدي على البالس. انتوا معايا ولا لا؟ وافضل اعلي البريشر في ايدي الثانيه في الرابر باك. فيل ذا بالس ديسابيرز حتى يختفي البالس. اكتبوا كده وحبيبتي يعني ايه؟ يعني ايه لغايه ما البالس يختفي؟ البريك يا الارض اتقفل تماما. هل هعلي البريشر اكتر؟ لا. اعمل ايه بعد كده؟ بص افهموا معايا وما اللي هقلل البريشر في الباك يبقى عن طريق الفالف صح ولا لا؟ افتح الفالف بالراحه وايديا على البلس. اول ما البلس يرجع تحت ايدي ده معناه ايه؟ اول ما يرجع ان البريشر ابتدى يعلى في البريكيال ارتي يعني ابتدى يعلى في الاورطه صح ولا لا؟ يبقى ده السيستول بتاعي. اقولها تاني؟ بص يا جماعه اكتبوا بقى معايا lower the pressure gradually وجراديوال عليها دايره زي الدايره اللي قلنا. وطي البريشر جراديوال. طب ليه يا دكتور جراديوال؟ ليه بالراحه؟ انا عايز احس بدايه رجوع البلس. فاكتبوا معايا lower the pressure gradually feel the start of the pulse appearance. حس بداية رجوع. طب أنا ممكن أشيل كلمة ستارت وأحط كلمة تانية. لا حتة كلمة علمية. كلمة ستارت مش دي بداية؟ عايز أشيلها عشان لو سألتهم في الكلمة العلمية دي ما تبقاش مردود. كلمة اسمها أون ستيت. اكتبوا دي. ستارت تساوي أنست. اللي ممكن الدكتور يسألك قول لي الأنست بتاعك كان إيه؟ فما يقولكش انست تبقى انت مخضوض. لازم تتعود تتصرف ازاي. هيقول لك انست تقول له يعني قصدك ستارت. يقول لك ستارت تقول له يعني انت بتتكلم عن انست. فاهمين الفكره؟ ما هما الاثنين مرادفات يا جماعه. ايوه لازم يكون عندك الثقه. هيقول لك دي ثقه ما هي الثانيه زيها. لان احنا بنلعب بالالفاظ. عارفين زي فكره البري نوت؟ ما هو اسمها تيري اند دايستوريك فوليوم يساوي هيتينومتريك ريجيوليشن. مش مهم الكلام ده. يعني احنا عندنا معاني كتيره بكلمه واحده. فاهمين قصدي ايه؟ ان في واحد اتسال زمان في الكونسيبت دي. الدكتور قال له قول لي الكونسيبت اوف ذا بريشر. قال له معلش حضرتك قول لي ايه بس معلش؟ قال له ست انا عايز اونست. اونست يعني البدايه. طيب انا هحس الضغط رجع امتى؟ رجع امتى؟ اكتبوا اكزامبل 120 ملم مركب. فرضنا وانا حاطط ايدي على البلس، انا قلت هفضل اعلي لغايه ما البلس يختفي وافتح الفالف بالراحه. اول ما يرجع تاني تحت ايدي
يبقى البريشر ده لا يعرف ايه البريكيا، بدليل ان الدم نزل من البريكيا الى الريزيا، مش بس ستون دي وستون تقريبا 110. عارف ان الستون بتاعي ان ذا رينج 120 ملم مركب، انا عيني على الزيبه بتاع جهاز كاس هو دي الخطوه الاولى. طب الخطوه الثانيه والاخيره بقى، انا عايز اتاكد من السيستول. اه خدها بالباتو، كل النقط اللي انا كتبتها تحت عنوان بالباتو عشان الكلام ده هتعملوه دلوقتي. اكتبوا الثانيه اوسكار كاتولي والاخيره، عايز البس السماعه واتاكد من السيستول واعرف الدايستول. نلبس السماعه ازاي؟ عارفين ولا لا؟ لا خلينا نسمع. انتوا عارفين لازم تبقى السماعه عامله اتجاه كده معين فورورد وتبقى داخله جوه وداني صح. لازم اخبط على الديافرام. فين الديافرام؟ ده ولا ده؟ التاني. ده الديافرام. لو انت ما خبطتش عليه واتاكدت ان السماعه مفتوحه، ودي كارثه حصلت من 3 أو 4 سنين. ولد الدكتور وهو داخل قال له السماعة وقيس الضغط على زميلك، ما تدخلوا بالأرقام. قاس الضغط والسماعة أساسا مقفولة، يعني الدكتور قافلها شر بقى. أنا قافل لك السماعة ومديها لك مقفولة وبقول لك اسمع. الولد حط السماعة وكمل. وهتعرفه ازاي؟ الدكتور قال له هان طلع كام على كام؟ قال له 120 على 80. مش الأفريج 120 أو 80. قال له متأكد؟ يا ابني أنا بسألك سؤال تاني، متأكد؟ قال له أيوه، قال له 120 على 80. الدكتور عمل معاه إيه بقى؟ قال له طب ممكن عايزك تشيل السماعة من على البريكيال لو سمحت؟ وقام راح لافف الرابر باك، عارفين أقدر ألفها في اتجاه يمين أو شمال، أقفلها أو أفتحها. غير الاتجاه، خبط له حتة خبطة على الديافرام خبطة جامدة. طبعًا الولاد فيهم طبع غير البنات، يعني البنت ممكن تعيط ومعلش والامور تمشي، يعني هم يقدروا يعملوها. الولاد بقى بما ان احنا كلنا ولاد فينا حته بلطجه. البلطجه ازاي؟ قال له ايه؟ الولد عشان يرد عليه قال له ايه؟ لما تفضل غيرها وتسمعها قال له تصدق ان انا كده سمعتها احسن. ده هي اساسا مقفولة، فاهمين الفكرة؟ فالبطاطا هنا ما جابتش كتير، لازم تتأكد إنها مفتوحة، حتى لو هو حلفنا وقال لك، قال لك على فكرة دي مفتوحة، لا تصل بحد في الناس اللي جوه، لازم تتأكد إنها مفتوحة، أصلها مستقبلك، لأن الموضوع ده بينهي العمل، خلاص، ما بيكملش معاك. طب سؤال بقى، حط السماعة على البريك يا الأرض. هو فين علاج البريك الارضي فين؟ تو بايسب ستيندو، هتعملوا ايه بقى؟ اتنوا كلكم دراعكم، اتنوا دراعكم وانا هاتني بحس بحاجه ناشفه هنا. بايسب ستيندو، بحط السماعه ميديال لي لجوه. مش شرط ان انا احس البريكيال ارضي شخصيا، لا ميديال لي. طب ايه بقى النقط دي؟ دي بقى في الاوسكالتاتري ستيبس، النقط اللي هتعملها دلوقتي هتعمل ايه؟ واحد نلف الرابر باك، طبعا ما انا بلفه مش انا بكمل الرابر باك ملفوف. هعمل ايه بعد كده؟ اكتبه انكريز ذا بريشر ان ذا رابر باك اباف ال 120. مش انا البلبل اللي طلع لي كام؟ 120. يا جماعه مش هو النبض رجع ل 120؟ وقلنا السيستول ان ذا رينج اوف 120. هعلى فوق 120 بكام؟ اكتبوا ب 30. يعني انا في الخطوه الثانيه هبتدي من اول وتزيد، بس الفرق ان انا عارف هعلي لاني فاليو، قصدي اني قيمه. حاطط فوق 120 ب 30 يبقوا كام؟ 150. وحاطط السماعه بتاعتي وكله تمام وشغال. يا ترى وانا دلوقتي بعلي البريشر في الباب سامع صوت ولا هسمع الصوت لما هنزل البريشر؟ بس كده صح. تكتبوا بقى معايا sounds are heard when you decrease the pressure. وانا بنزل البريشر هركز في الصوت مش وانا بعلي. دي نقطه مهمه. وانا بنزل البريشر
طب يا دكتور السؤال، هو الصوت الاولاني اللي هنسمعه اسمه ايه؟ سيستول. مش ده برضه سؤالي؟ هيبقى صوت ضعيف ولا قوي؟ قوي. اللي هيقول حاجه هيقول لي اول صوت هتسمعه بالسماعه ضعيف ولا قوي وليه؟ قوي. اجابه خطا. صوت ضعيف. عارفين ليه ضعيف؟ ركز معايا. ايديا هي البريك الارضي، مش كان مفهوم ولا لا؟ لما اجي افتح البريك الارضي جراديوال زي ايديا كده، البلد اللي داخل كميته ايه؟ قليله. كميته قليله هيخبط في الوول صح؟ خبطه جامده ولا خبطه قليله برضه؟ خبطه قليله. فاكتبوا الفيرست ساوند، الصوت الاول بالسماعه از فينت ساوند. فينت خافت، صوت ضعيف وخافت. طبعا لو دخلتوا عند دكتور شكري او دكتور هاني والناس الجديده عندنا يتضايقوا قوي من كلمه فينت ساوند، انها كلمه مش علميه. ايه الكلمة بقى اللي هم عايزينها تساوي فين؟ سوفت تابنج ساوند. الكلمة ده معنى ومكتوبة في الكتاب العملي على فكرة. الكتاب العملي وصفها. دي سوفت تابنج. عارفين يعني ايه سوفت؟ مش قصدي بالترجمة الحرفية طالب. اكتبوا سوفت يعني ضعيف. صوت ضعيف. طب يعني ايه تابنج؟ عارفين بالظبط التاب؟ زي بالظبط لما تيجي تنقر في خشب، في زي عصفوره بتنقر. فانت تقول له كده It is soft tapping sound. يا جماعه انتوا معايا؟ لان هو هيسالك اوصف لي السيستول. لما يقول لك اوصفه لي تقول له It is soft tapping sound. يا جماعه انتوا معايا؟ والصوت ده عرفنا ليه ما بيبقاش قوي؟ لان داخل كميه دم قليله. كل ما نفتح اكتر وننزل البريشر اكتر في العقل الفيسل هيعمل ايه؟ هيوسع. ولسه في حته ضيقه، هيدخل دم اكتر ولا لا؟ والصوت يبتدي ايه؟ يعني يبقى فيه بقى صوت تاني لوت تاني صح ولا لا؟ بدا ضعيف عمال يعلى ويعلى. طب وكل ما نفتح اكتر بيعلى ولا يضعف بعد كده؟ يضعف. عارفين ليه يضعف؟ كل ما توسع الفيسل اكتر، فاكرين بدايه السكشن؟ الدم هيدخل لامينار ولا لا؟ في طبقات مستقيمه. هيخبط في الولد؟ لا. فتكتبوا بقى بعد لوت تاني الصوت يضعف. كلمه يضعف عندنا في الاسم مافلد ومفيش غيرها. مافلد تساوي ويك ساوند. مش مسموح تقول له في الامتحان ويك ساوند، هيعتبرها غلط. دي كلمه ساينتفك. مافلد تساوي ضعيف. فهمتوا معايا؟ بس ما بيقولش ضعيف. وبعد المافلد يختفي الصوت. السؤال اللي انا عايز اساله هو الدايستول اقدر اقول عليه امتى؟ لما الصوت يضعف ولا يختفي؟ يختفي. لما الصوت يا جماعه امريكان والانجلش، الامريكان قالوا الدايستول لما الصوت يضعف. والانجليز قالوا لا لما الصوت يختفي. بدليل ايه بقى؟ لما تسمعوا النهارده الاصوات، مش انا قلت على 80 70 انت لسه سامع 60 سامع، انا اقول بدايه ضعف الصوت يمثل دايستول. كلام واضح؟ دايستول وين ذا ساوند از مافلد. واضح ولا لا؟ هتسالوا اخر سؤال بقى، واحنا نعرف منين بداية ضعف الصوت؟ اكتبوا بقى هاو كان يو ديتكت ذا ستارت اوف مافلينج. نعرف منين انه ابتدى يضعف هنا؟ ليها طريقة ولا ملهاش؟ الطريقة اللي هقولها دلوقتي التحايل على الأستاذ. بص بقى هنحاول نتحايل. السيستول ماينس دايستول يساوي تعريف اسمعوا البلس بريشر ولا لا؟ لازم الفرق بين السيستول والدايستول افريج يبقوا كام؟ اكتبوا 40. يا جماعه مش السيستول 120 والدايستول 80. لازم الفرق افريج يبقى 40. هتقول لي طب قول لي هيعمل ايه؟ انت طلعت السيستول مثلا اكتبوا اكزامبل 110 وانت متاكد هو 110 يبقى الدايستول يبقى كام عشان يبقى الفرق 40؟ 70.
اي حاجه لازم يكون الفرق ما بينهم 40. هتقولي شرط الفرق 40؟ شرط 40 ده مش افريج ما بين كام لكام؟ من 30 ل 50. يعني انت ممكن تطلع الفرق بين الاثنين 30، تطلعهم 40، تطلعهم 50، بس ما يزيدش عن كده. طب يا دكتور عندنا سؤال اخير بقى، هو الدكتور في الامتحان هيقيس ورايا ولا لا؟ احيانا يقيس واحيانا لا. فرضنا انه قاس، وقاس انا طلعتها 110 على كام؟ 70. ممكن هو يطلعها كام؟ على 80 او اكتر. في نسبة فرق كام؟ يا جماعة 10 في الباستون، اكتبوا ال 10 مليمتر مربي إذا نورمال ايرور. يعني نورمال ايرور؟ خطأ مسموح بيه مش خطأ، يعني معناه في اختلاف بين حساسية ودني وخبرتي وخبرتك. يعني قصدي إيه؟ وفي بنت من الأوائل سألت السؤال ده السنة اللي فاتت. بصوا الأوائل بيعملوا إزاي؟ بيتصرفوا بطريقة فيري ريجليتد منظمة جدا البنت دي. قالت لها انت اس تي كام؟ لا حضرتك 110 على 70. لا انا هقيسه وراك. انا طلعته 110 على 80، ده البروفيسور ده الدكتور. ودي البنت اللي قاسته هنا. الدكتورة بقى سألتها السؤال، قالت لها مين غلط؟ يا إما أنا غلط يا إما أنت غلط، قولي لي مين الغلط اللي فينا؟ طبعا السؤال محرج. لو واحد مش فاهم في السيرجي او مش عارف الموضوع طبعا هيطلع مين اللي غلط. انا اللي غلط وخلاص. قالت لها لا حضرتك غلط ولا انا غلط. قالت لها يعني ايه؟ لا في 10 مليمتر مركري ايرور مسموح ليهم. عارفين يا الرقم يعلى 10 يقل 10. قالت لها الكلام ده برافو عليك، انت قريتيه فين؟ حضرتك في جايد امبارح. مش عارفه ليه امبارح كان عندي احساس ان انا عايز اقرا الكلام ده. طبعا جايته اساسا ما قالهاش، هي حد قال لها الكلام ده واتصرفت بيه صح. طبعا الدكاتره الكبار اسمعوا جايته وجاتهم قلبهم ينفرف من استعانه، خدت الدرجه النهائيه ومشي. بس هي فاهمه هي بتعمل ايه؟ معاكوا معايا؟ الاسئله بتبقى محرجه. طب في سؤال تاني بقى اتسال، السؤال اللي اتسال بقى قبل ما انا اتكلم في الاسم، سؤال زباله. بص السؤال اللي جاي ده وحش قوي. قال الولد لو جالك واحد وايدين الاثنين محروقين تقيس له الضغط فين؟ يا جماعه في رجله. هلين العيان على بطنه كده وينام على بطنه يرفع رجله. طب يرفع رجله ليه؟ انا نسيت انتم ما خدتوش الات ميوزلوه منه. في فصه ورا ورا الريسبا بوكليتيال فصه. يا جماعه مش جنين. في ورا فصه والله اسمها بوبليتيال فصه، في ارتي اسمه بوبليتيال ارتي. فكانت هي الدكتور بتسال ازاي؟ هتنيل العين على بطنه ويرفع رجله ويلف الرابر باك. عارفين فوق الفصه دي زي الكيوبيتال فوق، وبرضه تشوف تبقى ميديا بنفس الطريقه. طبعا الكلام ده كان بيتقال شفوي ما بيتعملش. فالبنت قالت لها الكلام ده، قلت لها البوبليتيال فصه وشرح. فالدكتوره لخمت، قالت لها طب ما نفترض بقى رجليه كمان الاثنين محروقين وايديه محروقين، نقيس له الضغط فين؟ نقيس في رقبته. عارفين الكاروتي ده؟ نقيس في الكاروتي. اكتبوا بقى البوز ابر اند لور ليمز مار بير. ما انا جاي لكم بس ميجر ذا بريشر ان ذا كاروتيد هارت. طبعا الولد اللي سال السؤال ده بعدها رد بصراحه عجبنا. يعني لا مش ده الرد، رد جميل. عارف قال لها ايه؟ رد مش هتخيله. هي قالت له ايدين الاثنين محروقين ورجلين الاثنين محروقين. قال لها نستنى لغايه ما يخف. عايز عشان يبقى يخف كنا يسلو كل مكان. في ردود بس بصراحه كان عنده حق. يعني الاسئله كتر الرخامه بقت اخرى. في سؤال تاني بقى رخم، هو السؤال اللي بعده. ميجر ذا بلاد بريشر في التشايلد. تقيسه ازاي؟ مش قصدي ازاي يعني ازاي؟ ما نفس الطريقه. الرابر باك ده يتلف حوالين دراع طفل ولا ليهم رابر باك معين؟ ليهم رابر باك معين. فالسؤال ده الدكتوره قالت له ايه رايك في رابر باك؟ ده حلو. قالت له طيب ده
بنقيسه للقدر؟ لا طبعا للقدر. ايه ده؟ طب والريتشايلد ينفع؟ قال له بالمنطق حضرتك لا، مش هينفع يلف ازاي حوالين دراعه. قال له طب قول لي الرابر باك بتاع الريتشايلد حجمه قد ايه من الرابر باك بتاع القدر؟ تروح انت قال لك ده رابر باك بتاع الريتشايلد السايز بتاعه كلت الرابر باك اوف ذا قدر. الأسئلة دي صدقوني مش كده، ما تدوروش عليها، في أسئلة الأساتذة اللي أساسا رفضوا يكتبوها في كتب عشان يدفن العلم معاها. الموضوع عمرك ما هتعيها. لا بس احنا لسه مش مريح، نتثبت معاها ما تقلقوش، بس الكلام ده يا جماعة مهم، الكلام ده لازم تكون عارفه، لأن الأسئلة دي رخمة، اكتبوا السؤال الرخم الآخر. أسئلة رخمة كتيرة عشان يبقى الموضوع لم ناجح. هيسألك تعرف حالة اسمها وايد كوت هايبر تنشن. إيه هو؟ الدكتور عنده ضغط. لا مش لا الدكتور مش الدكتور عنده ضغط. أنا كبيشن هتخض من أي واحد لابس بلطو أبيض ممكن ضغطي يعلى لما أشوفه. يعني اي واحد في المستشفى لاقيه لابس بلطو ابيض ممكن انا يجيلي ستريس السمباثيك عندي ممكن يشتغل. فواي كود هايبرتنشن معناها ايه؟ يو ار افريد فروم اني دكتور. فاهمين قصدي ايه؟ مش معناه ان الدكتور عنده ضغط، لا ده انا ضغطي عيني لما شفتك. عارفين الفكره؟ واي كود هايبرتنشن. اخر سؤال هساله مش هحله، هسيب إجابة مفتوحة والإجابة هنحلها مع بعض الأسبوع اللي جاي. إزاي أثبتوا إمبالس بريشر؟ اكتبوا السؤال ده. How mathematical the pulse pressure is detected؟ البالس بريشر عارفين في حاجة اللي اسمها إيه؟ دايستوليك اللي هو الأفرج بلود بريشر. مش قالوا الدايستول زائد تلت الفرق؟ يا جماعه عارفين الكلام ده؟ ازاي اثبتوها؟ اللي هي الدايستول بلس التلت. حاولوا تفكروا فيها، طبعا اللي عارفها كويس. المين ارتيريال بريشر، قصدي على المين ارتيريال بريشر. المين ارتيريال بريشر ازاي اثبتوه؟ متوسط الضغط، انتوا عارفين ان انا لا يمكن اجمع سيستول زائد دايستول على اثنين. طبعا انتوا عارفين السيستول بيحصل في مده معينه ببريشر معين والدايستول في مده ثانيه ببريشر مختلف. ينفع اجمع بريشرز بديوريشنز مختلفه؟ ما تتقبلش، ما ينفعش. ليها طريقه في الحساب. مين اللي سال في دي؟ اكتبوا جنبها دكتور شوقي. الاسئله الصعبه بامانه من الاخر هتلاقوها تيجي من اربعه، واحد من اربعه. ربنا يستر بقى وانت داخل لهم وانت رايح، يعني قول يا رب. اي حد في الاسم غير الاربعه دول اسئلتهم عاديه جدا جدا جدا. هم اربعه ما لهمش الفرق ان البالس بريشر سيستول ماينس دايستول اللي هو الدلتا بي اللي بيعمل الفلو بريشر جريديان. مين ارتيريال بريشر معناها الافرج اوف ذا بريشر اللي جوه الاورطه اللي هو 93. عارف ليه بقى؟ ما هو الدايستول 80 بلس تلت الفرق، ما هو تلت ال 40، 40 على 3 13 وشويه، 13 زائد 80 93. كده يا جماعه تعملوا ايه؟ خلصنا. هتتوزعوا ايه؟ هتروحوا ايه؟ وبي وسي.